طيب بالنسبة لهذه الدورة هون بحس عم توقع، بس حبيت حلو انه هو لانه بلش بجراف، اوقات التلميذ هيك بينعز من فكرة جراف معطيه اياها، مش كثير معودين عليهم انه القصص، بس مش صعبين. حنشوف يعني في كم سؤال في كم سؤال بالامتحانات هيك انطرحوا بهذا الشكل. طيب اول بارت هون معطيكم هو الجراف هيدي اللي بالازرق اللي شايفينها، هي الكيرف سي to the graphical representation of the function f defined on 0 plus infinity of the function. شكله هيدا الفانكشن هو a e x plus b. يعني هيدا الرسمة شايفينها بالأزرق هيدا هو الكيرف سي. هيدا الكيرف لهيدا الفانكشن. مثل ما شايفين فيها two unknowns a and b. احنا طبعا هدفنا نجيب ال a وال b هلا تحت شرط معين. ومعطيكم مثل ما شايفين هيدا الخط الأحمر هيدا التانجنت t عم بيقول لكم تحت هون the curve c has at o هيدا ال o اللي هو 0 0. ما ننسى هون ان ال o هي ال coordinates تاعتها 0 0 has a tangent t of equation y equal x over 8. يعني بمعنى ثاني y equal خلينا نشوف السلوب لانه السلوب رح استفيد منه 1 over 8 x. طيب لكن كل اللي بنعرفه نحن انه هيدا ال curve ما في ولا بوينت مارق فيها اساسيه الا الزيرو الا الاو صح؟ اعطاكم شيء هل مبين على الكيرف انه مارق بوينت معينه ثانيه غير الاو؟ حدا منكم شايف هيك؟ بس انه passing through شو؟ through. طيب وفي عندنا معلومه بتقول انه عامل تانجنت على الاو of this equation. انا لازم استفيد منها. السؤال هو اول شيء هي to show that f of x equal e power x minus 1 over 8. يعني بمعنى ثاني ما نبرهنا equal 1 over 8 e x. يعني هو اعطاكم ال a وال b minus 1 over 8. يعني كانه عم بيقول لكم show that a طلعوا فيها لازم يكون equal 1 over 8 and b كمان should be equal minus 1 over 8. هيك لازم يعني بدل ما يقول لكم calculate a and b هو اعطاكم اياها فرد مره كرمال تعرفوا كيف الصور. اوكي هيدي مش هي الجراف اللي بدنا نرسمها، هيدي حنرسمها بعد شوي بخير، بس مش انه الفانكشن اللي حنعملها ستادي اللي رسمها. ماشي هيدي بس حننقلها نقل بعد شوي. هذا النوع من الاسئله صار مطروح كذا مره بالدوله، يعني بيعطيك هو رسم الفانكشن وانت بتعمل ستادي لفانكشن ثاني وبيلتقوا بتكون عاده هيدي الاكويفالنت برايس، يعني بيكون واحد منهم ديماند وواحد منهم سبلاي. اخر مره انطرحت الفكره مش من زمان، يعني اخر دوره انعملت بالامتحانات الرسميه سنه 2019 يعني من سنتين انطرح نفس الفكره تبع السؤال. بكره بس تحلوه بتشوف. اوكي بس يمكن وقتها ما كان معطيك هيك انه اي وبي، اعطانا اياهم فرض على الرسمه جاهزه. في كل الاحوال هون بس نحن هدفنا لكان نجيب اي اند بي، لنجيب اي اند بي نحن منا تو كونديشن. اول شيء هون الكيرف انا طبعا الحل موجود تحت بس هلا بدي اشرحها هون لتضل الرسمه موجوده قدامي. الكيرف سي موجود عليه البوينت او صح؟ كلكم عم تسمعوني ها؟ بوينت او بيلونج تو ذا شو يعني البوينت او موجود على الكيرف سي؟ يعني اف اوف 0 ايكوال تو وات؟ ايكوال تو 0. الاو مش الكوردينيتس تبعها 0 0. يعني فور اكس ايكوال تو 0 الاف كمان ايكوال تو وات؟ ايكوال تو 0. هي اول كونديشن. طيب هيك حنعمل سبستيتيوت. شو يعني اف اوف 0 ايكوال تو 0؟ يعني اي اي تو ذا باور 0 بلس بي شود بي ايكوال تو وات؟ تو 0. يعني بمعنى ثاني اي باور 0 كلنا بنعرف انه هي ايكوال تو 1، فحيبقى عندكم اي بلس بي ايكوال تو وات؟ a plus b equal to 0. هاي دي اول equation طلعت معي. طيب هل بدنا نلاقي equation ثاني؟ نحن هاي ما بتفيدنا، بدي وحده ثانيه ما بتكفينا. انا اوكي طلعت معي اول equation، هلا بدنا نلاقي equation ثاني. لاحظوا شغله انه اعطاني condition ثانيه وبعد ما استفدت منها لهلا. يعني انا لهلا بس استفدت من الرسمه انه مارق فيه البوينت او، طلعت لي هاي equation a plus b equal to 0. هلا بدي استفيد من التانجنت، هذا موضوع بجوز تكون ناسينه، هذيك السنه حكيت عنه كثير كمان. بس يكون في عندي تانجنت على كيرف بتذكروا انه السلوب له علاقه بالديريفيتيف. يعني هون السلوب اوف ذا تانجنت دائما هيدي عندنا اياها قاعده بدرس الفانكشن. سلوب اوف اي تانجنت تي تو ا كيرف اتس ذا ديريفيتيف اوف ذا فانكشن اف at the abscissa of the point. انت هون عم تعمل tangent at which point؟ هي هي كثير معركه. قال لكم at what؟
at all. شايفين؟ يعني هون هي f prime of x of o. يعني بمعنى ثاني هي f prime of what؟ هي f prime of 0. عم تتابعوا معي منيح؟ يعني أنا بعرف بعالم الفانكشن the slope of the tangent to a curve C it's equal to the derivative of the function at the abscissa of the point of tangency. اللي هي هون مين هي البوينت اللي عم نعمل عليها تانجنت؟ اللي هي الرو. يعني بمعنى ثاني slope of the tangent it's equal to what؟ f prime of 0. من جهة ثانية التانجنت هو معطيكم هي الايكويشن تبعه. شو السلوب تبعه هيدا؟ متذكرين شو يعني سلوب مسافة الكيرفين؟ هو الفاليو مضروب بالاكس، صح؟ يعني هون سلوب اوف تي ايكوال تو وات؟ يلا شو سلوب لهيدا اللاين؟ اللي شايفينه؟ انتوا سامعيننا؟ شباب صبايا سمعيني يا شباب صبايا؟ ايه استاذ سامعني؟ ايه استاذ؟ طيب عم بقول لكم شو السلوب لللاين هون؟ أو شو السلوب هون؟ شو مضبوط؟ 1 over 8 1 over 8 يعني إذا بتعملوا comparing the slope of the tangent من جهة equal a prime of 0 والسلوب هو معطيكم إياه لللاين equal to what؟ 1 over 8 معناتها صار عندنا a prime of 0 should be equal to what؟ 1 over 8 يعني الـ 2 condition هون كانوا وحدة f of 0 equal to 0 أعطتكم a plus b equal to 0 الثاني هلا f prime of 0 equal 1 over 8 بدنا نشوف شو بدها تعطينا هيدا هو ثاني condition بس هيدي هون بدكم تعوضوا الزيرو وين انتم هلا بالـ expression تبع الـ f prime فنحن لازم أول شيء نجيب مين طبعا أنا هولي مكتوبين تحت كلهم بيكونوا هلا ربطكم فيكم تاخذوا الصورة لهم عشان أنا حاطط كل التفاصيل بس هلا كاتبينه هن بالسوليوشن f prime of x بدنا نجيبها أول شيء شو الديريفيتيف هون للأف كثير سهلة الـ e power x الديريفيتيف تبعيتها بتضلها شو؟ e power x مضروب بالـ a بضلوا a e to the power x والـ b constant شو الديريفيتيف تبعيته؟ b يعني هون كمان الديريفيتيف a e x بتضلها a e x والـ b الديريفيتيف تبعيتها equal to what؟ equal to 0 فصار عندكم f prime of x equal a x هات لنطبق هاي هلا شو يعني f prime of 0 equal 1 over 8 يعني هاي e to the power 0 equal 1 over 8 okay. e to the power 0 بتروح هي 1 يعني هاي طلعت معنا شو 1 over 8 طلعت الـ a اللي هو over 8 proof هو أصلا معطيكم هذا الاكسبرشن هلا لا تجيبوا الـ b شو بتعملوا؟ بتعوضوا الـ a بقيمتها هون أصلا واضحة هيتها يطلع عندكم 1 over 8 plus b equal to 0 يعني b equal minus 1 over 8 وضحت؟ يا خلينا ننزل نشوفها وبالتالي طلعت الـ a وطلعت الـ b بتعملوا same denominator وتطلع عندكم مثل ما هو بدي اياها ex minus 1 كله over 8 يعني بس الشيء الصعب هون ممكن يكون عليكم صعب ومش صعب انه ممكن تكون شيء ناسينه هي فكرة انك تتذكر انه التينجنت سلوب تبعها هو الديريفيتيف للفانكشن بس هيك باقي كله كالكوليشن خلينا ننزل نشوف السوليوشن هو شو كاتب هي هو طبعا مختصر يعني مش كاتب كل اللي كتبناه نحن كتب لكم اول شيء f of x equal a x plus b f of 0 هي 0 هي اللي بلشنا فيها الاولى تعطيكم a plus b equal to 0 هيدي أول condition من جهة تانية جايب الـ f prime of x اللي هي a إلى x وقال هون إنه f prime of 0 equal 1 over 8 هي شرحناها نحن هلا من وين اجت الـ f prime of 0 equal 1 over 8 لأنه slope للتانجنت هي الديريفيتيف والـ a هي 1 over 8 عوضناها طلعت لا كاتب التفاصيل كلها اوكي هيك بنكون حلينا أول part فينا ننتقل على part b كلنا فهمناها هلا حنبلش بستدي اوف فانكشن وهل هذا إلى السؤال؟ طيب هلا أعطانا function g of x كمان defined on 0 plus infinity another function شكله 120 over e x plus 15 أوكي؟
هيدي الكيرف بتاعتها اسمها جي، هذه كان اسمها سي. اول بارت determine limit of g of x at plus infinity and deduce an asymptote. طالما قال لي deduce an asymptote يعني اكيد في عندي horizontal asymptote، لانه هون عم جيب انا limit على infinity، يعني لازم يطلع real number والا ما في الا deduce an asymptote. لو كانت oblique كان هو سالني عنها، كان هو قال لي show that انه هيدا اللاين هو asymptote. فهمت كيف؟ بس صرنا هون المفروض تعوضوا عليها. هون حتجيبوا الليمت كثير سهل تطلعوا، يعني قبل ما انزل للسوليوشن شو بتطلع الليمت لجي اوف اكس هون على بلس انفينيتي، رح تطلع معنا 120 اوفر اي باور بلس انفينيتي، صح؟ اي باور بلس انفينيتي شو هي؟ هي بلس انفينيتي 120 اوفر انفينيتي اتس ايكوال تو وات؟ ماشي الحال؟ Since the limit of the function g is equal to zero, then من هي الاسمبتوت هاي؟ رح تطلع y equal to zero يلي هي horizontal asymptote. مين يعني y equal to zero على الجراف؟ يعني هي ذات ال axis of abscissa اللي هو x prime axis. هيدي اول اسمبتوت طلعتنا. طيب هلا show that كثير بس من البارتس هون، show that g prime of x is negative for every x positive. For every x positive انا عم اشتغل انا هون بالدومين 0 included plus infinity. اوكي؟ هو ما اعطاكم الاكسبرشن بس قالكم على القليل انه الجي برايم هو نيجاتيف، يعني صار بجيبتك هلا البارت 3 اللي هو مين؟ التيبل اوف فاريشن. لانه برهنت انت المفروض هون انه الجي برايم از اولويز نيجاتيف فور اول ذا فاليو x positive. فهلا حننزل لتحت ونشوف السولوشن. بارت بي مثل ما شايفين مثلا بلشنا يعني. اول شيء بالنسبه للبارت بي 1 اللي كنا عم نحلها الليمت للجي اوف اكس هو دغري حطها زيرو، نحن كتبنا تفاصيلها فوق كيف طلعت زيرو. اوكي هي طلعت 120 اوفر اي بلس انفينيتي، يعني 120 اوفر انفينيتي ويتش از ايكوال تو زيرو، معناتها الواي ايكوال تو زيرو هي اسمبتوت. نحن معودين نكتب اكثر من هيك ونكتب هوريزونتال اسمبتوت. هلا على فكرة إذا أنت كتبت بس اسمبتوت بتاخذ عليها بدك كاملة، بس نحن هيك معودين نكتب لتتذكر إنه هي شكل اللاين هوريزونتال بس سي. أوكي؟ هلا هون البي 2 عم بيقول لكم show that جي برايم is always negative. طلع هلا هو دغري حط الجي برايم، أنا لا بدي أفرجيك هون على جنب كيف طلعت معنا الجي برايم. طيب الجي أوف إكس شو هي؟ هي 120 أوفر e power x plus f. خلينا نعمل كده. شو بيطلع شكلها؟ هذه u over v، يعني u prime. u prime شو يعني؟ شو الديريفيتيف لل 124؟ زيرو. مضروب ب v، ما فارق معي احطها لل v. خلص لانه زيرو مضروب باي شيء شو راح يكون هلا؟ زيرو. ماينس v prime هلا What is the derivative of the function e power x plus 15؟ e power x الديريفيتيف تاعها بتضل e power x 15 طبعا زيرو، هذا v prime مضروب باليو فوق يعني 120 كثير سهل الديريفيتيف over v squared يعني over e power x plus 15 كلها سكوير. هلا اذا بتكملوا كالكوليشن هيدي طارت u prime v، شو بقي عندكم؟ minus 120 e x، هي ماينس هو حاطط الماينس بالعكس فراكشن. اوكي ماينس 120 اي اكس اوفر اي اكس بلس 15، وهيدي كثير واضحه انه اولويز شو نيجاتيف. ليه؟ الاي باور اكس بوزيتيف وتحت السكوير كمان شو بوزيتيف، كلهم هول مضروبين بمين؟ بماينس 120 اللي هي اولويز شو نيجاتيف، فصارت هي الفانكشن اولويز شو اولويز. ماشي الحال؟ اوكي طلعت معنا الجي برايم اوف اكس از اولويز نيجاتيف، والجي اوف زيرو جابها هون كرمال التيبل اوف فاريشن. اذا بتحطوا محل اكس زيرو هون اي باور زيرو هي 1 وبتحسبوا 120 على 16 حيطلع عندكم 7.5. يعني الكيرف هلا منطلق من زيرو، هيدي على فكره غلط، هيدي بالغلط حاطين هون شيء. اوكي هي الغوها يعني. هذا اللاين اللي هون هم بالطباع عندهم يا غلط، لانه هون ما عندي مشكله انا بالزيرو. فهمت كيف؟ يعني هون عادي نازل عادي من زيرو 7.5 لعند بلس انفينيتي زيرو، نازل لعند الهوريزونتال اسمبتوت باي كوت زيرو. اوكي؟
بالبارت بيفور بس تكونوا عارفين شو كان السؤال، قال لكم copy the curve C، يعني رجعوا انتم رسموا له الكيرف اللي هو مرسوم and draw the curve G تبع G of X. هاي الرسمة موجودة قدامكم مطبوعة خالصة، أنا رح أقول لكم شو جينا نعملها بس لفرجيكم عليها هيك بشكل واضح أكثر كيف الرسم. طيب هيدا هون الـ axis of abscissa والـ axis of ordinates، ما عندي شيء نيجاتيف عشان هيك أخذ بس الـ positive part. هيدا الـ y وهيدا الـ x. وهيدا الـ equation هو تعيد الأسمتوت على بعض شوي، y equal to 0. طيب أول شيء شو عندي معلومات عن هذيك الرسمة؟ هذيك الرسمة طالعة من 0 ومالها هون بالتانجنت، في عندي هون التانجنت y equal x over 8، يعني أول شيء بدك ترسم التانجنت t. على فكرة التانجنت t ما في داعي كنت ترسموها، هو ما قال لكم ارسموا التانجنت t، بس إذا بدكم عشان نقلها مثل ما هي، هيدا هو الإيكويشن، هيدا بتاخذوا له عارض 2 particular points ترسموه عارض، يعني أنتم بس رح تنقلوا مش حتنقلوا copy paste، يعني هي بدكم تعرفوا تكتبها سمع 0 0 تانجنت ومثلا هون 4 half. اوكي يعني هون مثلا 1 2 3 4 4 x equal to 4 y equal to 1 عشان هيك اللاين كثير هيك صغير بتحسوا كثير قريب للـ x of abscissa. هيدا هو التانجنت. نحن هلا اللي عم نرسمه هون هو التانجنت t على الأرض. طيب هيدا هو التانجنت t. هلا بدي احاول انا التزم بالالوان نفسها لما تضيعه. هيدا هو التانجنت تي اللي اوريدي مرسوم. بدنا نرسم هلا بالازرق الكيرف سي اللي كمان مرسوم. الكيرف سي بس نذكركم شو كانت الايكويشن تبعته. شو طلعت معنا؟ طلعت اي باور اكس ماينس 1 اوفر 8. هون فيك تاخذ انت بارتيكولر بوينت، فيك تاخذ مثلا اف اوف 1 اف اوف 2، ما عنده مشكله. فهمت كيف؟ يعني مثلا اذا بتحسبوا هلا اف اوف 2 بتطلع عندكم اي سكوير minus 1 over 8 تطلع تقريبا هاي 0.7 شيء بظن هيك 7.8 7.6 ما بعرف معيش كالكوليتر هلا الاي سكوير لانه هي 7.2 minus 1 6 point تقريبا 0.76 يعني هون for x equal to y equal تحت ال 1 بشوي هيدي بس هيك لتساعدكم هلا انا حرسمها لهي هلا هو رسمها بالموف انا رح ارسمها بالازرق مثل هو كان رسمها مالقى بهي البوينت شايفينها وهون عامله تانجنت طالعه لهون على الواي هي فهي هي البوينت اللي عرفتها فيك تاخذها فيك لا بس انه هي عشان تعرف البوزيشن هيدا الكيرف سي نحن لهلا بس عملنا كوبي للكيرف هلا بدي ارسم انا هيدي الكيرف اوكي كمان رح اخذ لون ثاني طيب رح احاول اخذ شيء مبين ما بعرف الاخضر اذا حيبين تنطلق من 0.7.5 هيدي انا حاعتبرها هلا 7.5 اللي شايفينها طلع واضح الكيرف منطلقه من هون ونازله للهوريزونتال اسمتوت للواي ايكوال تو 0 هلا هون صراحه هي ونازله قاطع الكيرف سي بالبوينت هي قاطعيتها اذا بدكم تزعبروا بالبارت اللي بعدها بالقرم هيك لكم برهنوها بيلتقوا بلين 25 اوكي لان 25 تطلع تقريبا 3 بوينت شي اذا بتحسبوها على الكالكوليتر 3.1 يمكن 3.2 فينا نزعبر هلا فيك انت مش مضطر لانه ما سالك عنها بعد بس المهم هون انه الكيرف نازل من 0.5 من 7.5 نازل لعند الهوريزونتال اسمتوت بار ايكوال تو 0 اوكي هيدا هو الكيرف شي واضح؟ انت مش ملزم بالانترسكشن بوينت انا ما سالك عنها بعد هلا حيسالكم عنها بعدين بالفورم بتاعي بس انت شفت على الاكيد انه هي قاطع الكيرف سي بالبوينت هي اللي حتكون هلا بعد شوي هي الاكويليبريم برايس لانه حتكون السي هي السبلاي والجي هي الديماند ماشي بس نحن هلا كفانكشن كستادي اوف فانكشن خلصنا البارت فهمناها حد عنده سؤال لهون لما نكفي البارت لا كله ممتاز طيب خلينا هلا نطلع على نشوف السؤال كيف رح يحاولوا يفهموا بالبارت 5 في اللي محي هون في شيء بدكم تصوروه كذا
بالبار 5 هلا هي شفت صار كيف كان هون كوبي سي اند رو جي ان ذا سيم بار هلا 5 سبوز ذات اف اند جي ار ريسبكتيفلي ذا سبلاي اند ذا ديماند انتبهوا الاف هي السبلاي يعني اللي هو اعطاكم رسمتها فوق الاف هي السبلاي والجي هي ديماند اصلا انتم لازم تعرفوا تقدروا هالشيء ليه؟ لانه صرتوا تعرفوا بعالم الاقتصاد انه الديماند هو اللي بيكون ديكريزنج كل ما السعر يزيد الطلب بيقل الديماند هو الديكريزنج والسبلاي هو الانكريزنج كل ما السعر يزيد العرض بيزيد اوكي هذا المفروض تكونوا بتعرفوا اولي هنا فانكشن اوف سيرت اوبجكت نحن هدفنا نعرف اليونتس ان ترمز اوف ذا يونت برايس اكس هون انتبهوا الفاريبل هي برايس اليونت برايس بالمليون انتبهوا انتم معودين بالالف هون هون السعر هو بالمليون ليره والاف والجي هن بال100 اوف اوبجكتس عدد اوبجكتس ماشي يعني الطلب والعرض بالميات والسعر بالمليون ليره بالمليون. تفهمنا؟ أول part كانت estimate the number of objects demanded demanded يعني مش supplied يعني بدو demand on when the unit price is 5 مليون طيب شو يعني unit price is 5 مليون؟ the price هو ال x يعني x equal to what؟ شو يعني 5 مليون؟ نقسمها على ال unit تعيطة اللي هي 1 مليون يعني تطلع x equal to what on x equal to 5 هدفنا نعوض ال x بقيمة وين؟ بال f ولا بال g؟ هذه الغلطة اللي وقع فيها كتير تلاميذ وقتها هون بده الديماند ما بده السبلاي من هو اللي عرف الديماند هو هون بالسؤال الجي تبغل فهون ما نحط الاكس بقيمتها بالجي اوف اكس جي اوف 5 جي اوف 5 اللي هي الفانكشن اللي هو اعطاكم اياها تو بي ستادي اللي هي 120 على اي باور 5 بلس هاي اللي بنحسبها هلا حنشوف شو حتطلع معنا خلينا ننزل نشوفها ونرجع نطلع طيب مثل ما شايفين لا قد ايه اخذ كم ديجيت بعد الفاصل جبنا جي اوف 5 طلعت معنا 120 عوضنا محل اكس 5 قد ايه طلعت معه طبعا هي الديسيمال بارت ما بتخلص بس اخذنا كم ديجيت نحن بعد الفاصل اخذنا قد ايه 0.73 يعني اخذنا 2 ديجيتس افتر ديسيمال اتفقنا وضحت ليش اخذنا 2 لانه هي اليونت للديماند هو 100 اوكي معناتها قد ايه هني كم اوبجكت بدنا نطلبهم هون على هذا السعر 73 يعني معناتها على سعر 5 مليون ليره انا قادر اطلب اذا سعر الوحده الاوبجكت الواحد 5 مليون قادر اطلب 73 اوبجكت من هذا الشيء اوكي طيب هلا بنروح لفكره السبلاي والديماند هون على فكره ما جاب سيره الاساسيه فيه show that the function f of x equal g of x has a unique solution alpha ما نبرهن اول شيء انه هول الفانكشن عنده unique solution ونرجع نبرهن انه الالفا هي لن 25 نجيبها يعني نعمل solve هون يمكن يكون في حدا منكم فكر انه الاستاذ قالنا كل شيء في الفا ما نستعمل لا هذيك اذا الالفا ما كانت معروفه وهون الرسم مرسومه انتم فيكم تبرهنوها لهي هذا مش ملغى هيدي فيكم تبرهنوها ورا الجراف لانه انتم رسمين رسمه الاف ورسمين رسمه مين للجي يعني جرافيكالي انتوا عندكم الاف والجي عندهم يونيك سوليوشن ليه؟ لانه الكيرف تبع الاف والكيرف تبع الجي التقوا بكم بوينت؟ يعني بس بدك تقول لي هيك يعني ذا كيرف سي اوف اف اند ذا كيرف جي اوف جي انترسكت ات 1 بوينت معناتها ذيس ايكويشن هاز كم سوليوشن؟ يونيك سوليوشن فهمتوا؟ هي رح نرجع للرسمه فرجيكم عليها هو رسمها على الرسمه حق العربي اوكي طلع بتقول له جرافيكالي هلا هو مش كاتبها صراحه عامل اوام سولف يعني هون بالبارت 5 بي هو بلش اوام بالسولف يعني في شغله ما قال لانه هو قال لكم شو ذات انتبهوا يعني قبل هاي نحن شو بدنا نقول له هون خليني اكتبها هون بي 5 بي شو بدك تقول له؟ بدك تقول له ذا كيرف سي هاي نقلوها اذا بدكم ان جي يعني الكيرف تبع الاف والكيرف تبع الجي انترسكت at how many points انت رسمهم اثنيناتهم هي طبعا رسمتين الموف والازرق اللي شايفينهم intersect at a unique point اتفقنا؟ يلتقوا ببوينت وحده هيتا هي النقطه السوداء اللي شايفينها هون يلي هو سميها الابسسه تعيطها الفا صح؟ بس بتقول له ساعتها انت so خلص هلا بتكتب الجمله اللي هو كتبها هو قالكم برهن انه f equal g عندها unique root خلصت so f of x equal g of x has
a unique solution. شوف لك كم شو هي الألفة اللي انلغت. هذيك إذا كانت مش هذا اللي بيقول لكم عنها اللي بدكم لما بيسألكم إياها السؤال قبل الرسمة ولما بيقول لكم امبارح إنه الألفة بين الرقمين مش معروفين شو هن بتجيبوا الأف لهيدا والأف لهيدا هول في منهم موجودين بالرسمة. هون لا هون الألفة هو أعطاكم إياها يعني قال لكم برهنوها إيكوال تو وات؟ تو لان 25 أنت هون فيك تعمل سولف يعني شوفوا هلا كيف هلا نحن بدنا نبرهن إنه الألفة إيكوال تو وات؟ لان 25 أعطاكم الإكزاكت فاليو تبعها يعني فيكم تلاقوها أوكي وشوفوا كيف عملنا سولف لإف إيكوال تو شي هلا هو أوام حط الإيكويشن أوف سكند ديجري هيدي الإيكويشن من وين إجت كمان هون بدكم تنقلوها الإف هي شو طلعت معنا من شوي نحن إي باور إكس اللي أعطاكم إياها ماينس 1 أوفر وات؟ over 8 هيدي لازم تكون equal ل 120 over e power x plus 15 صح؟ نحن بدنا نعمل solve لهي الايكويشن نعمل هلا cross multiplication يعني هاي ضرب هاي يطلع عندكم e power x minus 1 into e power x plus 15 equal to what if we multiply 120 times 8 هيطلع عنا 960 هلا هاي بتعملوا لها اكسباند وبتظبطوها راح يطلع وبتجيبوا 960 لهون راح يطلع عندكم هاي الايكويشن اتفقنا هاي الشيء هاي الايكويشن اوف سكند ديجري مذكرين كيف كنا نحلهم هول بتقول له انه هاي الايكويشن اوف سكند ديجري على الكالكوليتر بتجيب الروتس بتطلع وحده 25 الثانيه بتطلع نيجاتيف هو ما حطها هون الثانيه بتطلع ريجكتد يعني الاي باور اكس الثاني راح تطلع نيجاتيف المهم انت هون عم تجيب اي باور اكس اذا اي باور اكس ايكوال 25 يعني الاكس ايكوال تو وات لان اوف وات لان 25 مش الحال هون حسبناها بفرض مره على الدسمه لانه هيدي هلا البارت الاخيره بدنا نجاوب على السؤال بدنا نعطي انه شو بتعني هاي ايكونوميكال الاكس راح تطلع معكم 3.21 قد ايه اخر كم ديجيت بعد الفاصله اخذ 5 مع انه كان فيه قد 6 بس انه 5 قريبين لل 6 لانه الاكس هي البرايس هي الايكوفلنت برايس هلا باخر بارت قال لكم اعطوني ايكونوميك انتربريتيشن للاكس اللي طلعت وهي انه الكوانتيتي كمان شو هو جي اوف الفا يعني للالفا ولجي اوف الفا قال لكم اعطوني ايكونوميك انتربريتيشن اول شيء حسبنا جي اوف الفا الالفا هون انتبهوا ما بتحطوا الدسمال حطوه رجعوا لان 25 بيطلع اكزاكت يعني هون عوضوا محل الاكس مثل ما شايفين لان 25 بيطلع اكزاكت 3 هاي الجي اوف الفا على الكالكوليتر الالفا المقصود فيه هو الايكوفلنت برايس يلي هو مضروب بمليون يعني هذا الجواب اللي طلع مضروب بمليون بيطلع 3,218,875 هون في 5 تعرف كده والايكوفلنت كوانتيتي ثاني جي اوف الفا هي بتكون مين الالفا هي الايكوفلنت برايس والجي اوف الفا هي الايكوفلنت كوانتيتي بتكون الثلاثه المقصود فيها 3 ضرب قديش شو اليونت للجي 100 يعني 300 اوبجكت فهمتوا حاولوا بدكم هيك بس عشان هولي حبيت لانه هولي انا بحس ان انتم بحاجه لتتذكرون هالشغلات يعني منا في سولف للايكويشنز ومنا في قصه الديماند والسبلاي صرنا زمان مش حكين عنه ماشي اختاريت وقت كان عم يجي الاسيستي والشغلات اتفقنا فهمتوها للدوره انا بعثت لكم رجعت السوليوشن هلا كمان تبع 2006 و2008 اللي حليناهم ولبكره بتحضروا دوره 2009 الاولى بعثت لكم السؤال بحال ما عندي شيء اوكي اوكي كويشن يلا يعطيكم ألف عافية يعطيك العافية أستاذ.